مساء الخير. نون أكثر من مجرد حرف للنسوة أو التوكيد. نون ضمير كل أنثى لها صوت وصوت لمن لا يملكن صوتا. نون برنامج أسبوعي على تلفزيون الآن نستضيف فيه نجمات الفن والأدب والسياسة للتعليق على ما يجري حولهن من أخبار وأحداث وطرائف. نجمة الليلة الإعلامية نادين خماش. مساء الخير نادين. مساء الخير خديجة. يا شرفتينا ونورتين. نورك. يلا. جاهزة نبدأ تعليق على الأخبار؟ يلا بس سريعا كتير هيك يعني فيش مرحبا أهلا تفضل. مرحبا أهلا ويلا نبدأ. يلا. نبدأ مشاهدينا بموضوع لفت اهتمام العالم خلال هذا الأسبوع عندما احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في باريس للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود وتغيير نظام دفع الضرائب والسياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الرغم من دعوات الحكومة إلى التهدئة. نادين، على الرغم من الآمال الكبيرة التي علقها الناخب الفرنسي على الرئيس إيمانويل ماكرون باعتبار بأنه لا ينتمي للأحزاب التقليدية اليمين أو اليسار باعتبار أنه شاب، إلا أنه لم يستطع تحسين ظروفهم المعيشية مما أدى إلى هذه التظاهرات التي تبعناها خلال هذا الأسبوع. برأيك نادين ما الأسباب؟ هل يعني هذه السياسات يتبعها من يتولى السلطة مثلا أم المسألة أكبر يمكن هي بسبب الظروف الاقتصادية العالمية؟ هلا خديجة بالنسبة للناخب الفرنسي في مرحلة الانتخابات دائما كان عنده أمال في شاب، هذا الرئيس الشاب دم جديد على السياسة والسلطة في فرنسا، لكن دائما بالنسبة للأشخاص العاديين والناخب الفرنسي بشكل خاص بربطوا السياسة الاقتصادية بأشخاص، لكن السياسة الاقتصادية هي مربوطة في العالم بشكل عام. هلا بطبيعة الحال موارد الدولة هي من الضرائب، أكيد لما أنت بتيجي دولة مثلاً بيفرض ضرائب على الشعب، الشعب ما راح يكون راضي، راح بده يطلع ويتظاهر ويحتج وهيك لحتى لأنه بدهم يجيبوا مصاري. لكن دائماً أنت مع المظاهرات خليها تطلع هاي التظاهرات، لكن تكون دائماً بإطار سلمي بعدم تخريب الممتلكات العامة وممتلكات الخاصة للدولة، يعني بس بهذا الإطار تقريباً. طيب رأيك نادين، هل تجدين بأنه الحياة في الوقت الحالي أصبحت أغلى من ذي قبل مثلاً؟ تعرف شو اللي تغير هاي المرة؟ انه صار في اول شغلة بالنسبة للناس صار في انفتاح اكثر على عالم الاغنياء من خلال التكنولوجيا وعالم السوشيال ميديا. فصار في الشخص يعني هي مش انه الحياة غليت، هي الحياة بتكون معظم الاوقات غالية. يعني بالنسبة للاشخاص الميسورين اذا بدهم يشتروا مثلا كيلو رز مثلا، هلا هو بيقدر يشتري، بس انت مع تطور التكنولوجيا مع وجود السوشيال ميديا اخترقتي عالم الاغنياء، صارت متطلبات الحياة يعني ستاندرد اوف ليفينجز اكثر، بدك اياها اكبر، أفاقك أوسع بالنسبة للأشياء اللي بدك إياها، هو هذا اللي تغير. بس طيب في موضوع الأمور المادية وتسيير الحياة اليومية المالية، دائما ما ينصح الخبراء بوضع خطة مالية وربما على الشخص أن يتبع هذه الخطة ويضع ميزانية لتسيير أموره المالية ولتسيير أموره الحياتية، هل أنت من هؤلاء الأشخاص؟ يعني هلا ما رح أكذب عليك أقول لك إنه أنا عندي خطة يعني وقاعدة وبرتب وكل شيء، بس أكيد كل إنسان نوعا ما شوي بمراحل معينة بيختلف. لما تكوني عايشة مثلا حياتك سنجل شوي الخطة المالية بتكون يعني مش محكمة، غير عمر يكون عندك عائلة، غير عمر يكون عندك ولد ولدين ثلاثة، وإحنا بزمن السرعة. يعني أنت مرات بتروحي على السوبر ماركت مثلا تشتري أغراض، هلا اوكي بتقدري نوعا من الخطه الماليه انك تقارني الاسعار ببعض، والله انه هذا سعره ارخص شوي بنقدر نروح نشتري، ولو الجوده بتكون نفسها مثلا تشوفي تلحق هيك، انه هذا نوعا ما يعتبر بإطار الخطه الماليه. لكن اني انا احط خطه يعني ان شاء الله هاي بدها خبراء. يعني انت عندك خطه ماليه؟ لا خبرينا. اكيد لا. انا اصلا ما بعرف وين بيروح. ما هي انه ما شرحت لك انا، بس انه بده الواحد يعني شوي شوي بتختلف حسب الظرف يعني وحسب الحالة. يمكن نادين ما بعد قدوم ناجي ونديم تغيرت الحياة؟ تغيرت الحياة، كانت الخطة المالية كلها تخص نادين فقط. هلا الخطة المالية بتتوزع على البيت، تتوزع على أولويات المنزل، الأولاد احنا جبناهم على الدنيا، احنا نتحمل مسؤوليتهم لآخر يوم. صحيح. ننتقل إلى خبر آخر كان من ضمن أهم الأخبار خلال هذا الأسبوع، وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. نتابع الخبر ونعود للتعليق. نادين، أحيى العالم في 25 من شهر نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يمثل أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا في العالم.
لا يزال معظمه غير مبلغ عنه بسبب انعدام العقاب وبسبب الصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به. يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار لنجعل العالم برتقاليا، اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. العنف ضد المرأة لا يزال موجودا مع كل تقدم الذي وصلنا له، مع كل ما وصلت إليه المرأة، مع المناشدات، مع الحملات، مع يعني كل هذه الأشياء، إلا أن هناك شريحة لا تزال تعنف في منزلها، في أماكن مختلفة، في العمل، في مناطق مختلفة، ومختلف أنواع العنف، وإن كان عنف لفظي إذا لم يكن جسدي. لماذا؟ هو بالدرجة الأساسية أسباب اجتماعية، لكن هاي الأسباب الاجتماعية أنا بشوفها أنها بتبلش من الأسرة. لأنه الطفل عندك، طفل ما بيتعلم، طفل براقب، يعني إحنا دائما الأهل بنغلط، بنفكر إنه لازم نلقنه ونعلمه، هو عم براقب، بشوف مثلا هاي الأم والزوجة للأب مثلا، الزوج عم بيعنفها بألفاظ بهيك، بطبيعة الحال عنده النزعة الفطرية بده يدافع عن أمه، بس لما يشوف هذا الموضوع عم بتكرر هو بالنسبة له صار الموضوع طبيعي. شوي شوي إذا بلشت من الأسرة، بلشت من البيت، بعدين بتمد عندك بالمجتمع، والصمت تبع النساء هاي مشكلة كمان كبيرة، النساء عم تصمت. مش عيب انك تحكي انك تعرضتي لعنف وتواجهي، وكمان في عندك التابوز بالمجتمع انه ممكن اذا تعرضت لاعتداء جنسي حتى من افراد المنزل كمان، او مثلا عنف لفظي او جسدي، وكل انواع العنف بشكل عام، النساء كمان عم تسكت في مجتمعاتنا. فكل ما احنا بنعلي صوتنا، بنرفع صوتنا اكثر، كمان يكون في وعي في البيت، وعي في المجتمع ككل، يعني ما هي بتبلش من البيت، البيت يعني كل بيت بده يكون جزء من المجتمع، بعدين بتكبر المجتمع، بالمدارس، بالجامعات، كله بالوعي كمان بصير. يعني لمحتي إلى موضوع الطفل وانعكاس ذلك على الطفل مستقبلا، كيف يمكن أن نتصور حياة هذا الطفل الذي عاش في بيت تعنف فيه والدته أمام عينيه مثلا؟ أول شغلة أنا بلاحظ اللي بيخلقوا دايما في بيت مش صحي بالنسبة لقصة العنف، يا بيخلق عندهم ميول، لأن العنف بيولد عنف، الطفل رح يصير عنيف كمان، رح يبطل في عنده احترام لهي المرأة، مع أنه يعني الناس، أنا ما بعرف، المرأة هي عمود البيت، هي أساس المنزل، يعني حتى مثلا عندك بتروحي على الأثار اليونانية بالزمانات بتشوفي هيك العواميد في تمثال امرأة، يعني هذا أكبر دليل أن المرأة هي أساس المنزل. يعني الرجال لازم يعرف أن المرأة هي يعني قديه بتتعب، المرأة اللي بتخلف، بتحمل، المرأة اللي بتحمل يعني مسؤولية أولاد للعمل، أكيد الزوج بتحمل مسؤولية، بس أنه هاي المرة نحن عم نحكي لك انه بالنسبة للعنف في هذا المنزل، كل ما كان بالمنزل في احترام بين الكل ويفرجوا قيمة المرأة، المرأة لها قيمة، وحتى لما احنا يقعدوا النساء يطالبوا مساواة بين المرأة والرجل هذا انتقاص من حقهم، لأنه بالعكس المرأة أهم من الرجال، والرجال بيعرف هذا الحكي. أنت نادين تعرضتي لعنف ما في وقت ما من مراحل حياتك؟ الحمد لله انه لم اتعرض لعنف، انا الحمد لله جاي من بيت يعني بيحترموا المراه، والمراه هي الاساس، واحنا بيت بنات. يعني والدي الله يخليه انه كان عنده البنات خط احمر، اخذنا الدلال، اخذنا الاحترام. والدي كان دائما بيحكي لي، لانه هو توفى جدي بعمر صغير، فشاف بامه انه هاي المراه الكادحه اللي ربته بعمر صغير وربتهم وعلمته وكبرتهم، من هو شاب خلص صار عنده احترام كبير للمراه، شاف بالمراه شيء كثير كبير، فبالنسبه له اجا بنات كمان يعني حس حاله عايش بالجنه قد ما فرح من هذا الموضوع. وعلمنا على هاي الاسس انه انتم الاهم، والدلال، المراه اذا ما طلعت من بيتها مدلله ومعززه ومكرمه ما بتكون عندها ثقه وسعاده في المجتمع برا. هل تعتقدين نادين أن حملات الدفاع عن حقوق المرأة والمطالبات يعني لم تحقق شيء سوى أنها ظلت حبيسة المؤتمرات والندوات فقط، أصبحت مبتذلة؟ هل يجب أن يكون هناك تغيير ما لكي يتحقق فعلا تغيير في موضوع العنف ضد المرأة؟ للأسف صارت الموضوع أكثر شعارات، يعني حتى بنلاحظ أنه صرنا كل سنة يلا شعار العنف ضد المرأة بصير هاشتاج هلا على تويتر، أكيد بالسنوات الأخيرة مش قبل، والنادي بس انه الموضوع كثير اكبر، بدك انه تبلشي بالمجتمعات، بالثقافات، وصعب انك تقدري تضبطي كل الناس تفكيرها مختلف، يعني في عندك اذا انت بتحكي عن مجتمع ككل الا ليطلع لك افراد لا يشكلوا ولا يشبهوا هذا المجتمع، فيعني
طيب انت مثلا مع انه المراه تتعلم فنون قتاليه لكي تدافع عن نفسها بنفسها؟ انا مع المراه تتعلم فنون قتاليه، لكن مش يكون انه الغرض بس انه تدافع على نفسها، لانه انا حدا تعلم فنون قتاليه، تعلمت كاراتيه بعرف من عمر صغير، وصلت للحزام الاسود وقتها خلص يعني خلصت. يعني ما معك مزح نتين؟ مش قصة هيك، هذا اللي بدي اوصل لك اياه، انه انا مش لانه انا شخص تعرض لعنف او كنا بالبيت والله الجو فرض علي اني اروح اتعلم الادافع عن نفسي، لا، لانه الفنون القتالية بتعزز ثقة الانسان بنفسه سواء رجل او امرأة، الفنون القتالية بتخليكي دائما كمان جاهزة لأي صعاب بالمجتمع، لو حتى ما واجهتك بهذا المجتمع تكون تسافر على بلد ثاني يتعرض لك عصابات. يعني انت مع انه المرأة تدافع عن نفسها؟ طبعا يعني بس انه مش يكون الهدف انا راح اتعلم الفنون القتالية لهالسبب يعني. هذه الفقرة كانت للتعليق على الاخبار. نادين فاصل قصير بعده نعود مع فقرة الهاشتاجات والترند، ابقي معنا مشاهدينا، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، من جديد ارحب بضيفتي نجمتي هذه الليله الاعلاميه نادين خماش. اهلا بك من جديد نادين. اهلا فيك يا خديجه. هذه الفقره للتعليق على الهاشتاجات وترند الاسبوع، او الهاشتاج المستقبل في جمله، الهاشتاج يتحدث عن المستقبل. نذهب مع بعض التغريدات ونعود للتعليق. فهد الشنيفي قال: اكثر ما يفقد الحياه قيمتها القلق الزائد على المستقبل واسترجاع سلبيات الماضي والحسرة عليها فقط، استمتع بحاضرك. ضياء الدين قال: انظر إلى الحياة متفائلا سترى محاسنها منيرة لدربك. وعمر العوفي قال: من جد وجد ومن زرع حصده. المستقبل في جملة يا نادين. أكيد أتمنى مستقبلا مشرقا، لكن بدي أحكي لك شغلة، القلق موجود عند كل إنسان بالنسبة شو راح يكون بالمستقبل، قديه رح اذا رح نصعد اكثر ونطلع اكثر لفوق، بس انت دائما لازم تكوني بهالحياه تفكري، اذا انا فكرت في الماضي، ضليت عايشه على مشاكل الماضي او امجاد الماضي، وانا قاعده بس كمان بهالحاضر عم بفكر برضه بالمستقبل، انا ما قدرت اصنع ولا شيء. فوانت بحاضرك اصنعي حياتك، بتقدري تصنعي مستقبلك بالطريقه اللي بدك اياها، بتبلشي من الحاضر خطوه خطوه، بتتعلمي من اخطاء الماضي ما بتكرريها، بتبني عليها وشوي شوي بتوصلي لمستقبلك، بس اكيد كل انسان بيطمح لمستقبل افضل من الحاضر اللي عايش فيه. قلتي بانه لما تسترجعين الماضي فقط للتعلم من اخطاء الماضي، هل هناك قرار ما، موقف ما ندمت نادين عليه في الماضي؟ ما بنقدر نقول ندم، لانه في مرحله معينه مثلا احنا صغار كان بالنسبه لنا انه اخذنا قرار، شو هالقرار وندمنا عليه وبنحسه هو هالقصه وكل الدنيا، لا، في بكل مرحله تتغير طريقة تفكيرك للحياة، أسلوب نظرتك للأمور، فشوي شوي أنت أخطاء الماضي إذا بدنا نسميها أخطاء هي تجارب، يعني أنا بسميها هذه هي التجارب، ترجعي كل إنسان لازم كل شوي يرجع يعيد حساباته مثلا في الأمور ويبني عليها للمستقبل، بس ما نقدرش نقول أخطاء وندم. طيب المستقبل المهني إلى ماذا تطمح نادين؟ المستقبل المهني يقلقني صراحة، لأنه في عندك تنافس شديد والمجال واسع صار أكثر، يعني كانوا بالزمانات خلاص في عندك محطة محطتين، أسماء كم من اسم معروفة، نحن هلأ بوجود السوشيال ميديا بدك تقدري توازني بين أنك مذيعة أخبار وبين أنك كمان داخلة في مجال عالم التواصل الاجتماعي اللي هو هلأ كمان عم بيصير هو يعني جزء أساسي من وسائل الإعلام. فبحاول دايما أنه أفكر من أول ما بلشت في العربية، دايما بقول أنه اوكي انا بلشت بعد ما خلصت مقاعد الدراسه، يعني كانت اول مكان الي للعمل فعلي يعني هو في قناه العربيه، خوفني الموضوع لانه بداتي من اكبر محطه، انا هيك وقتها خفت، فانا صرت احكي انه شو رح يضل لسه لبعدين، لانه بصير الواحد عنده هون التحدي، بصير انه سنه عن سنه لا بدي اكبر، بس انا شوي شوي بعطي لحالي بالنسبه لمجال العمل بعطي لحالي دائما سنين، يعني مثلا اول 5 سنين احنا بدنا نتعلم، أكيد الواحد كل حياته حيضل يتعلم، ال5 سنين اللي بعد بدي أحاول أشوف وين أنا صرت، اللي بعدها مثلا هيك، وإحنا لسه بمجال الإعلام يعني لسه مبتدئين، وأنا بعتبر نفسي يعني لم أحقق شيئا في مجال الإعلام، وأكيد أمامي الكثير، وإن شاء الله يعني في المستقبل، المهم الواحد إنه يكون موجود ويضل موجود، هون المشكلة الاستمرارية. مزبوط. الهاشتاج التالي نادين: كلمة عن الحب.
نذهب مع بعض التغريدات ونعود للتعليق. عزيز تقني قال: في الحب إنه لم يقم باختيار الجمال من أجل الحب، وإنما اختار القلب فأحب الجمال. فاضل العماني قال: الحب هو العطاء بلا حدود تماما كما تفعل الأمهات، فالأم تعطي بلا حدود لأنها تتقن الحب، بل هي الحب وكل الحب. عبير قالت: الحب الحقيقي يخلد وإن تفارقت الأرواح. الحب يا نادين، ماذا تقولين عن الحب؟ أكيد مش بقصص الخيال، عشان نكون واقعيين. ليه تفاجأتي؟ ما بعرف. أنت عايشة قصة خيال؟ لا، بحسك أنت عايشة. لا، ما خليني أحكي لك. هو أكيد مش مثل قصص الخيال. الحب أنا بشوفه هي عبارة عن لحظات ومراحل بعيشها الإنسان، وأكيد هاي المراحل بتبلش مش حب بين أنثى وذكر، بتبلش حب بمرحلة معينة، حب البنت لأبوها، حبها الأول، حب البنت لأمها، بتبلش حب الأصدقاء، بتنتهي يعني بتضلها السم. الحب موجود وين ما كان، الحب بيننا، الحب بنعيش فيه، يعني موجود فينا الحب. كيف دق قلبك لبديع؟ تحية طبعا للإعلام الكبير بديع يونس زوج نادين خماش. كيف بدأت القصة؟ أنا بوجه له كمان تحية من وراء الهيك. كيف بدأت القصة بدك تعرفي، ولا كيف دق قلبي؟ كيف دق قلبك؟ لما دق القلب بدأت القصة. لا أوكي، هلأ أنا بعتبر أنا كذا، من النوع اللي قلبي مش كتير بدق بسرعة صراحة، يعني ما بدق. كيف عايشة نادين؟ ما بدق بسرعة، بدق موجود بس إنه بسرعة، إنه قلبي يحب شوي، قلبي طيب بس شوي قاسي، يعني مش هيك. بس ما بعرف كيف الدنيا، كيف لما بنقول النصيب هيك. أنا وبديع تقابلنا بمكان، يعني عن طريق هيك أصدقاء، أبدا مش موضوع مرتب يعني. تخيلي إنه بديع من أول يوم شافني شو خبر عالم، قالهم أنا هاي الفتاة سأتزوجها يوما ما. كانت هاي هي الجملة يعني بالنسبة له. وهيك صار. طيب انت كيف دق قلبك؟ هو قال، انت لما سمعتيه قال هيك؟ شفت فيه الشخص اللي فعلا انا بقدر اكون يكون شريك حياتي، بكمل معاه للحياه، نبني اسره. شفت فيه كل هاي الصفات، اكيد لا يخلو من صفات. ممكن احنا، انت لما تكوني مع شخص معين، مش لازم يكون هو شخص بيشبهك بنفس الشخصيه، لا، بس تكونوا تفكروا بنفس الاتجاه. فهذا اللي صار انا وبديع. إعلامي وإعلامية، وأيضا يعملان في نفس المؤسسة، لديهم تقريبا نفس الأصدقاء وأصدقاء مشتركين، يعني نفس المحيط. هو توافق فكري ثقافي اجتماعي. الحياة تبدو جميلة جدا من الخارج، إذا مع هذا الوصف، كيف هي من الداخل؟ هي كذلك أيضا؟ هي كذلك، لكن لا يخلو الأمر أنه أنت بتقولي دائما ما في حياة كاملة. أكيد إحنا بالعمل بنواجه مشاكل، حتى صحيح. في البيت يعني الأمر طبيعي بين أي اثنين بيواجهوا مشاكل، لكن أكيد بتكون مشاكل مش رئيسية جوهرية، مشاكل عادية. مرات بتصير المشاكل الصغيرة هي المشاكل الكبيرة في المنزل. في إيجابيات إنك أنت بتشتغلي مع شخص بنفس المجال، لأنه مجالنا صعب، مجالنا متعب، مجالنا بحاجة لشريك حياة يفهم. يفهم طبيعة الشغل، طبيعة الوقت الراحة اللي أنت بدك تاخديه، بفهم مواعيد العمل. يعني أنت مثلا مش كل رجال ممكن يستوعب أنه مرته مثلا طالعة بعد 12 بالليل بدها تروح على الدوام، أو أم الأولاد مثلا. عشان هيك أنه في إيجابيات بهذا المكان. كمان بنتشارك مع بعض مواضيع، بكتب أنا شغلة مثلا مقالة، بسأله أنه شو رأيك فيها، بستفيد من خبرته، خاصة أنه مختص بالشأن اللبناني، لأنه بكونه لبناني، فبرضه كمان بسأله بأشياء. هذا في إيجابيات أكيد. طيب نبدأ من موضوع كونه لبناني. أنت فلسطينية وهو لبناني، والعادات والتقاليد المختلفة، هل لهذا أي تأثير في البيت؟ المبادئ العامة والتوارد الفكري والتوارد الثقافي أنا ما بشوفه برتبط بجنسية أو بمكان معين. ممكن أنا يكون شخص من نفس البلد ونفس المكان، بس أنا وياه مش متفقين. هي المبادئ موجودة في أي جنسية، في أي مكان. أنا بشوف الاختلاف حلو، والاختلاف بخلق تنوع في البيت، وبصير في عندك ميزات متعددة. احنا بالبيت مثلا في اختلاف لهجات، حتى اولادنا يعني هلا باول كلماتهم صاروا يبلشوا تحسي انه عم بيميزوا، بيحكوا اختلاف لهجات، اختلاف بالجذور للعائلة. كثير كثير اشي حلو، الاختلاف جميل. مثلا قلتي بانه كل بيت، طبعا هذا معروف، لا يخلو من المشاكل او من الخلافات. رجعتي للمشاكل. ما بعرف.
لا عشان أسأل سؤال مرتبط بالموضوع، أوكي. هل الحب يعني يتغلب على الخلافات وعلى المشاكل؟ إن أكيد وجد الحب يعني يمكن إنك تستمري؟ أكيد يعني، ومش بس قصة الحب، أنا دايما بقول لك الحب أنا كنت دايما أشوفه بعمر معين وإحنا صغار مثلا، إنه هالحالة هاي الحالة العامة صباح ليل نهار أنت فايقة عايشة بحالة حب. أكيد بمراحل معينة أول ما تعرفنا عايشين كنا بحالة حب، بس لما بتبلش المسؤوليات ويجوا الأولاد بصير الحب لحظات في هذا اليوم. فاللي بحكي لك إياه بالنسبة للتغلب على المشاكل، هون بيجي دور الاحترام ودور التفاهم، صحيح. دور كيف انتم بالاسره متفقين مع بعض انه تصلحوا هاي المشاكل او ترمموا بعض صح. الاختلافات البسيطه اللي بتصير بين اي اثنين يعني. وبعد ما اتى ناجي ونديم الله يخلي لك اياهم ويخلي لكم الاثنين اياهم، كيف تغيرت الحياه؟ وماذا تغير في نادين ايضا، نادين الام؟ ما انت صغيره في السن ما شاء الله، تزوجتي صغيره وجبتي اولاد صغيره وحققتي نجاح حتى مهني وانت في سن صغير. مش كفي في ايجابيه انك تجيبي اطفال بعمر صغير، اكيد بعمر معقول يعني، مش انه عمر صغير، انه صغير صغير ندي عمر معقول، انه مش انه صغير يعني، مش قلت لك زواج عم نحكي على زواج قصير، لا يعني بس عمرك بعد صغير يعني في العشرينات اكيد ما هي عمر مناسب عم نحكي، بس انه بالنسبه لانجاب الاطفال انا بشوف لانه بعدين هيك بتكبري مع بعض وبكون في لك نفس انك تركضي وراهم وتلعبي معهم وتكبروا مع بعض ويصيروا اصدقائك قريبين منك، خصوصا اذا كان العمر قريب يعني مش بعيد. بس انا شو غيرت فيه الامومه؟ تعلمت منها كثير. الامومه كنت اشياء تسمعي عنه بس ما تحسي، فهمت امي بعد الامومه، صرت قدرت اهلي، صرت افهم شو يعني ام، لانه كنت دائما نسمع بعيد الام واليوم الام ويوم الام، انا هيك هلا فهمت امي. وبالنسبه لي انه احنا بنفكر احنا بنعلم اولادنا، انا اولادي عم بيعلموني كثير، علموني اشياء، علموني الصبر. يعني قد ايه بنكون احنا عصبيين وهلا خلص، ومرات وضغط الشغل وضغط الحياه وكل هاي القصص، علموني لا اصبر اتحمل، انه في كنت انا مثلا تكوني قاعده كيف مرات نكون بمكان عام وانا لما كنت مثلا بدون اولاد اذا ولدي يصرخ خلص بضوجي مثلا، او بالطياره تسمعي صوت ولد ببكي، لا انا هلا بس صار عندي اولاد ما بيعملوا نفس الاشياء. صحيح. فصرت علمت الصبر منهم، علموني دائما اكون مبسوطه، لانه شو عندهم الاطفال؟ كل ما انت قاعده معاهم في فرح، في حب، في لعب، في نطنطه، يعني انا بس اكون معاهم بنسى كل هموم الدنيا، وبفضل اني اقضي وقت دائما معاهم لاجل هذا السبب ولاجلهم طبعا. الله يخلي لك اياهم ويخليهم لك. نادين كما قلنا يعني مذيعه ناجحه وحققت الكثير في سنوات قليله وفي عمر صغير. وست بيت جيدة. مين قال لك؟ ما انتي بتقولي؟ أنا قلت لك مش شرط أكون ست بيت، زي أم ممتازة. طيب أم ممتازة، خلينا من ست بيت، ما بنعرف شو بيصير في البيت. طيب كل هذا وزوج متفهم وإعلامي أكيد. وطبعا متفهم توقيت الدوام ومتفهم الوضع يعني كما هو، لكن إذا ما طلب منك أن تتخلي عن عملك وعن تتخلي عن مسيرتك المهنية سبيل البيت والأولاد، أوكي. هل ستوافقين؟ الإنسان ليش بيعمل؟ ليه بيروح بيشتغل؟ بيشتغل لتحقيق الذات، فأنا أعمل لتحقيق ذاتي والهدف هو عائلتي، فتنين مربوطين في بعض. وأنا في المنزل كل الأولوية بس للبيت، العائلة، الأولاد، الزوج، أنا نفسي كمان لما لشخصي. طول ما أنت في المكان العمل بتفكري بس بهذا الإشي، اللي هو حسب وين أنت هلأ بوقتها. لكن أنا بالنسبة إلي أنه المؤسسة الرابحة هي مؤسسة العائلة. يعني إذا ما طلب بديع من نادين أن تضحي بعملها في سبيل البيت، لا، ستوافق؟ أولا هو لن يطلب هذا السؤال، إذا ما هو مع نجاحي في العمل ومع طموحي، وهو دائما سندني في كل شيء واحنا سندين بعض بهذا الموضوع، اكيد لن يطلب مني. لكن اذا في حاله معينه او صغيره هذا المكان او العمل بشكل عام اثر ولو شعره هيك صغيره او اثر على حياتي داخل المنزل، واحد ممكن يعيد حساباته، بس مش هيك الدنيا. بعدين انت كمان اذا طالعه من منزل مستقر بتقدر تكوني مستقره ومرتاح بالك بالشغل. صحيح. فكله متصل مرتبط مع كله بحلقه يعني. الهاشتاج التالي نادين كلام يشعرك بالسعاده، نذهب مع بعض التغريدات ونعود للتعليق. فهد الويح قال: صوت الام وكلامها كله سعاده. خلود نمر قالت: التقدير بكافه اشكاله يرفع المعنويات ويشعرك بالسعاده.
فهد الشنيفي قال الكلام الطيب له أثر طيب في نفوس الآخرين. السعادة ما هي بالنسبة لك وما الكلام الذي يمكن أن يشعرك بالسعادة؟ السعادة راحة البال، اكتفاء، قناعة. كل ما تكوني أنت هيك بتكوني هاي السعادة، هي أن أشوف أهلي بخير، أهلي سعيدين، هاي بالنسبة لي سعادة. كلام أو المواقف التي يمكن أن تشعر نادين بالسعادة ما الكلام هي؟ حسب مين قايلها، لأنه ممكن أسمع كلام يشعرني يعني كلام يعجبني، لكن أنه بكون عارفة أنه أي كلام يعني يعني حسب ما بقولك حسب من الشخص، يعني شخص إذا طالع منه هاي الكلمة اللي في فعلا معنى حقيقي ليوجه لي السعادة، فبقولك حسب من مين جاي كلمة السعادة. طيب انتشرت لك تغريدة ترفضين فيها وصفك بالجميلة والأنيقة، هل وصف المذيعة مذيعة الأخبار بالجميلة وبالأنيقة شيء مسيء؟ مش هيك الموضوع. أنا لما نشرت التغريدة شوي في بعض الناس فهموها بطريقة غلط. كان الهدف أنه أنا بشوف أنه لازم الناس يشوفوا مذيعة الأخبار، مش عم نحكي على المذيع، عم نحكي على مذيعة الأخبار أكثر من شكل. يعني أبعد يكون أعمق الموضوع، شكل ولبس ومظهر. اعتبرتيها دلالة على فراغها الداخلي إذا ما تم وصفها لأنه بتعرفي ليه؟ لأنه أنا بفتح على تويتر، يعني ابتداء منك ومني ومن أي لكل الزملاء دايما هذا الوصل الجميلة، وحتى اللي الناس اللي بيبعتوا لك على مواقع التواصل يا جميلة أنيقة شكلك كان حلو. يمكن هدول صفحات ومنهم صفحات مثلا إعلاميات اللي بنوجه لهم تحية، وما صفحة دايما بيحاولوا إنهم يحطوا صورنا ويساندونا، وهذا الوصف يمكن تقدير او مجامله منهم اكيد، بس انه انت ما قصدتي هذا الوصف. بالعكس انا بحبهم وبحب الصفحه يعني طبعا، ويعطيهم العافيه دائما على الجهود والصور وهيك، بس انه حسيت هذا الوصف يعني شوي انه نوعا ما بس ينتقص من قيمه المهنه اللي احنا بنعملها. يعني الانسان انه خليه يشوفه بس ابعد من انه الشكل والجمال. يعني تفضلين انه يتم التركيز على ما تقدمه المذيعه من رسالة إعلامية أو ما تقدمه من أخبار أو الموضوع داخل يكون بس بشكل معين صار كتير بطريقة مبتذلة، لأنه كل الوقت صار بس أوصاف وألقاب. يعني المذيعة مضمون وليس شكل؟ مذيعة مضمون وليس شكل، لا أنا بختلف معك بهاي الشغلة. أنا شكل مهم لكن أنا لما أقول لك على الشكل مش أنه تكون واحدة ملكة جمال، مطلوب مقبولة، ابتسامة جميلة، وجه سمح، مقبول، يعني بهذا الإطار. طيب عندما شكرا لا مثلك يعني قدامك عم نشكر بعض. عند ذكر الكلام الطيب أو الكلام السيء وتأثيره على الإنسان، يعني لابد وأن نذكر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، يعني هذا الشيء أصبحنا نتعايش معه، كلام وتعليقات أي شخص ممكن أن يقول أي كلمة إن كانت جيدة أو إن كانت سيئة، حتى ربما أصبحت منصة لبعض الأشخاص الذين يرغبون في نشر ونطر السموم يجدون الفرصة. مش بعض الأشخاص، صاروا كتار. ماذا تقولين يعني لهم؟ الكتار؟ لا مش ماذا، يعني أولها أنا كنت أعير اهتمام لها الموضوع، تطلعي على هالتغريدات، وتغريدات ياريت يكون لها علاقة بالنقد أو النقد البناء. يعني أنا لو بيجي لي 10 أشخاص وفي نقد بناء بيكتبوا مثلا لأمور معينة، لطريقة إدارة حوار معين، سؤال معين، أوكي بتاخديه، وحتى حسب بتشوفي من الشخص والله بتاخديه بكل روح رياضية، وأكيد الإنسان بينبسط يسمع النقد وحتى النقد البناء. لكن انا يجي لي مثلا عشرات الاشخاص مثلا يعني لإلي او لغيري، يعني ما انت بتكوني شايفه انت عندك تويتر وبتشوفي كيف فعل تعليقات على الصور وهيك، هذه بتنم عن انحطاط اخلاقي، انحطاط ثقافي يعني، وهذا بزعل الموضوع. والمشكله كمان هم مش عارفين انه هؤلاء الاشخاص هم من ضعاف الشخصيه، بيكونوا قاعدين ومختخبين ورا شاشه تليفون او شاشه تلفزيون وعمالهم بفضوا كل نقصهم كل ضعفهم على العالم بالسوشيال ميديا، فهذا اللي بزعلك. صحيح. لو انت طيب مع وجود هؤلاء يعني اعلم بانه نادين وبديع لا يخفون اطفالهم، تظهرينهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليس بكثره ولكن في بعض الاحيان على المواقع الرسميه ليس فقط الموقع الخاص بك او الصفحه الخاصه بك. لا تخافين على أطفالك من هذه التعليقات من هؤلاء الأشخاص؟ ما هي إذا مش على أولادي، على أولاد غيري، ما أنا شايفة أو علي، وحتى لدرجة خديجة مرات بتوصل إنه بيكتبوا يعني بيكتبوا تعليق أو مثلا كلام بذيء معين
ويعني وبيسموا اسم الطفل يعني فبدون ما يكون لا اي صوره بقول لك وصل هذا حد المرض لهذه الدرجه. طيب انت ما رايك في الاشخاص الذين لا يظهرون اطفالهم؟ إني لا هذا كل واحد حر بس انا حريه شخصيه، هاي حريه شخصيه لا تعتبرينها حمايه مثلا من هذه التعليقات؟ بس انا دائما كمان بشوف انه بشكل عام حتى اللي على مواقع التواصل اللي بيحموا اشخاصهم، انا بالنسبه لي انه معظم البشريه عندها اطفال. انا هاي بس وجهه نظري، بس كل البشريه كان عندها أطفال وحتى احنا كنا اطفال، بس ما كان في مواقع تواصل اجتماعي وما فيها اشخاص يمكن من مختلف الاشكال، ويمكن اشخاص ما عندهم ثقافه التعليق الجيد. يمكن هذا الطفل، انا رايي او هو اللي ساوجه لك السؤال من خلاله، انه هذا الطفل يوما ما سيتاثر لانه امه نجمه معروفه، حتى والده شخص معروف واعلامي معروف، فهذا الطفل لن يتاثر يوما ما من هذه التعليقات، ليس اليوم او غدا، بعد سنه ان شاء الله او سنتين وقته يكون في سنه او سنتين عندما يوصل المدرسه. ابن ندين وابن بديع مثلا انه معروف شكله، ما بتحسي؟ لا يعني لانه انت اللي عم تحكي فيه، يعني مثلا اذا تاثر وتاثر، ما هو انت ممكن يتاثر بالمجتمع باي شغله ثانيه، التنمر في المدرسه ممكن. يعني الدنيا مش مرتبطه بس هذا بضل واقع افتراضي كله بالاخر يعني. بس يعني انت بالنسبه لك عادي انه اذا ما ظهر الاطفال على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل معين؟ وانا شخصيا ما انت حكيتي يعني انا مش نازله وكل يوم انشر صورهم على تويتر وهيك يعني، بس حتى انه معين. عندك صفحه خاصه هي اللي بتنشري فيها؟ لا شو الفضايح. حط لكم صفحه عامه وحتى صفحه خاصه. طيب ندي الهاشتاج التالي هو كيف تحقق هدفك في الحياه. نذهب مع بعض التغريدات ونعود للتعليق. خالد مساعد الزهراني قال: حدد اهدافك ولكن ان لم تتقدم نحوها لن تاتي اليك. علي الركابي قال: الاستراتيجيه هي فن ابعاد المشوشات، لذلك اذا اردت تحقيق هدفك ركز على ابعاد من ما يفقدك التركيز، سواء الافكار، النشاطات او حتى الاشخاص. مرام عبد العزيز قالت: اغلق اذنيك عن المحبطين الذين لا يتوانون عن ترديدي صعب ومستحيل ولن تستطيع. ثق تماما بان فشل تجربة غيرك في الامر ذاته ليس مقياسا لكي تتوقف عن تحقيق الهدف. كيف تحقق هدفك في الحياة؟ ماذا تقولين في هذا الهاشتاج؟ وانت كيف وصلت الى هدفك؟ الواحد يبلش من نفسه، وكل بمرحلة قارني نفسك بنفسك مش بالآخرين، هيك بصير في تركيز، تركيز على هذا الشخص، على هذه الشخصية، على مراحل حياته، على تطور أهدافه. فأنت إذا بتبلش شوي شوي كل يوم يكون في عندك كمان مهم بفترة من الفترات، أو مثلا كل يوم بالليل تعيدي حساباتك، تراجع شو عملتي أنا اليوم، بشو قصرت، بشو لازم أغير مثلا. فبكل فترة لازم يكون في هاي مرحلة إعادة الحسابات، وزي ما حكينا بأول الحلقة أنه أخطاء الماضي شوي نحاول نرممها، نتعلم منها، ومن هيك نوصل يعني إن شاء الله. كل إنسان إذا ما عاش لهدف هو ما مش عايش. يعني كان هدفك أن تصبحي واحدة من أهم الإعلاميات والمذيعات على أهم شاشة عربية؟ أنا لا أعتبر نفسي لا الأهم مثل ما واحدة من أهم، لم أقل الأهم، واحدة من الأهم، ولا واحدة من الأهم، لأنه أنا أعتبر أي شخص يظهر على شاشة العربية هي أهم شاشة عربيا. أكيد أنا بس عم بحكي تواضع كشخص تواضع. لا مش تواضع، كشخص إنه لم أحقق لسه ولا إشي، لسه إحنا لآخر يوم رح نضل نتعلم، لسه أنا بعتبر نفسي جديدة بهالمهنة. يعني خبرتي، عدد سنوات خبرتي بهاي المهنة لسه ما حققت. لكن ظهورك على أهم شاشة عربية، أنا أطمح بأن أكون الإعلامية فعلا. إحنا دايما بنسمي لقب بالإعلامية، أنا بفترة من فترات برضو كتبت تغريدة أنه أنا ما بعتبر نفسي إعلامية، لأن الإعلامية هو شخص يجمع بكل صفات بين ثقافة سياسية ويعرف ما وراء ما وراء ما وراء الخبر، لغة، على إدارة حوار، على كل 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 هاي الصفات. إحنا لسه أنا بعتبر شخص نفسي لسه بمرحلة إطار مذيعة الأخبار، تقوم بواجبها وبمهمتها أوكي بأكمل وجه الحمد لله. لكن أنت أيضا من ضمن الجيدات في إدارة الحوار وفي التقديم، ولديك كل هذه الفنون التي ذكرتها، بس هاي بتكون لسه بضمن اطار المهنه المذيع الاخبار. انا دائما اطمح انه اكمل بالصحافه، الصحافه هو القلم اللي لا يموت ولا يختفي. مذيع الاخبار يعني في فترات معينه ممكن تنطفي، تترك الشاشه، ينسوك، يعني فهمتي شو قصدي؟ الصحافه لا تموت، القلم هو القلم. مظبوط. احدى التغريدات قالت: لتحقيق الهدف ابتعد عن المشوشات ان كان محيط او اصدقاء. نادين، هل يمكن أن تستغني عن أصدقائها وعن محيطها في سبيل ما
ما تتمنى تحقيقه أو سبيل هدفها؟ ما أعتقد إنه أنا عم بخ إنه هلا وصلنا لمرحلة يعني إنه صار عندنا أصدقاء نختارهم وعملنا يعني نحبط فيهم، يعني كنا في مرحلة معينة وقت المدرسة إنه تخذلي من أصدقاء وهيك، بس هلا إني أبعد عن أصدقاء المشوشين. أوكي أنت عندك من أنواع مختلفة من الأصدقاء، تسمعي من هون طلعي من هون مش مشكلة. طيب الأصدقاء الحقيقيون في حياتنا دين من هم؟ ما صفاتهم؟ أصدقاء بيشبهوني. كيف يعني؟ كيف يعني؟ شعر أسود وهيك؟ أنت صديقتي وما بتشبهيني أبداً. حبيبتي. وأنت والله الأصدقاء اللي بيشبهوني بيشبهوا كيف أنا بفكر، بيشبهوا بيتي. أنت مش مين مكان تقدر تفوتي على بيتك. صحيح. يعرف ما يعني هذا البيت مكان مقدس يعني، فالأشخاص اللي بيحترموني في بيننا احترام بيننا مودة، دول أشخاص بوقفوا معاكي بالمواقف الصعبة قبل المواقف اللي فيها نجاح، اللي بيكونوا معاكي لما بتوقعي وبيكونوا معاكي كمان وأنت واقفة على إجريكي. خذلتي من البعض؟ نعم خذلتي من البعض بهاي الفترة الحالية؟ بالفترة الحالية خلص بتوصلي لمرحلة زي ما قلت لك إنه ببطل عندك هاي المشاكل إنك تخذلي. أكيد بإحنا الأصغر وهيك أكيد طبعا، بس هلأ خلص اللي بده يروح مع السلامة. وانت اصلا بتصيري تختاري، بتصيري تحدد. انه انا كمان حكيت شغله بالزمانات، كان واحنا صغار دائما كان عندنا اصدقاء هلا صار عندنا معارف. والمعارف اكيد بطبيعه الحال بدها تكون العلاقه فيهم طيبه وجيده نوعا ما، بس بدك تعرفي انه دائما يكون في حدود. صحيح. يعني دائما حتى مع اصدقائك في حدود معينه. هذه الفقره كانت للتعليق على الهاشتاجات وترند نادين. بعد قليل سنذهب مع فاصل ونعود مع اسئله المتابعين. ابقي معنا مشاهدينا، ابقوا معنا. حلمت بالتميز، تألقت فنجحت، كسرت تلك الصورة النمطية لمذيع الأخبار، وقدمت نموذجا للشباب القادر على فعل الكثير حتى وإن كانوا في بداية مشوارهم العملي. الإعلامية الفلسطينية نادين خماش من مدينة القدس، مذيعة قناة العربية، صاحبة الظهور المميز والحضور اللافت. أنهت عام 2010 دراستها الجامعية، بدأت مسيرتها الإعلامية في السنة الأولى من دراستها، وعملت في إحدى إذاعات مدينة رام الله لمدة 3 سنوات. توجهت نادين بعد ذلك إلى مدينة دبي وتدربت في قناة العربية، وخلال تقديم أحد المواجز الإخبارية في التدريب أعجب الجميع بصوتها وأدائها السليم أمام الشاشة، فتم اختيارها للعمل بالقناة لتصبح بذلك أصغر مذيعة تقدم نشرات إخبارية. وبعد فترة وجيزة أصبحت أحد أهم الوجوه الإخبارية في العربية والأكثر انتشارا بين الجمهور نظرا لجمالها ومهنيتها في آن واحد. تزوجت من زميلها في القناة الإعلامي بديع يونس، ورزقت منه بطفلين ناجي ونديم. تتنوع هواياتها ما بين رياضة الكاراتيه إلى جانب كتابتها للخواطر والشعر والعزف والغناء. شو الصوت الحلو يا نادين؟ أنا بعرف يمكن قد صوتك حلو، يمكن المشاهدين ما بيعرفوا ولا قليل منهم تعرف إليك في برنامج هيك الموسم. يعطيك العافية. يعطيك العافية. يعطي ألف عافية. طيب نادين، قبل سأطلب منك إنك تغني لنا مقطع. تغني لنا؟ جاهزة؟ لازم نستغلها بعد شوي. بعد شوي ما احنا هنخلص، ضل في 5 دقائق. طيب بعد طيب شوي أخذوا في مقطع. بتخففي علينا حكي، بنغني أحسن. من ضمن الصور التي قطعت فقط صورة واحدة مع الدكتور طالب، مع طالب كنعان، يعني هو صديق الوحيد في العمل؟ هو صديق وصديق عزيز كمان. يعني كتير النشرة مع بعض كتير جمعتنا فعلا. وبتعلم منه كتير لطالب. هو الصديق الوحيد؟
هو صديق، هو من الصديق الكثير عزيز على قلبي، ومن الشباب بدك ولا من البنات؟ مش شباب والبنات، طالب وصهيب فقط. لازم غار انا هلا. طالب وصهيب كثير على عزيزين على قلبي، وانت ايضا عزيز على صهيب وعزيز علي. ومن البنات؟ من البنات اسمي لك، عندك ميسون نويهد عزيزة جدا على قلبي، تحية لها. وريما نجار من قسم الاقتصاد تحية لها أيضا جدا على قلبي. ونعم فيهم كلهم والله. تسلم. وبس ذكرتي صهيب، يعني لازم غار ولا لا؟ صهيب لا، من الشباب أنا دايما يعني. هو أيضا دايما بعدين إحنا بلشنا مع بعض بالمحطة. صحيح. وكنا هيك بلشنا يعني، من إحنا شو جينا كان أول مرة بدهم يجيبوا دم جديد على العربية وجوه شابة، فكل كله بلشنا. وأنت أيضا عزيزة عليه جدا، أنت وبديع دائما يذكركم بكل خير. ماذا تقول نادين عن جامعة بيرزيت باختصار؟ جامعة بيرزيت اللي اكتشفت فيها ذاتي، جامعة بيرزيت أكيد اسم جامعة معروفة وين ما تروحي في العالم العربي وحتى في العالم برا. بجامعة بيرزيت أنت دائما بيحكوا الجامعة هي صورة مصغرة عن المجتمع. ببيرزيت أنا احتكيت في المجتمع الفلسطيني، عرفت مقومات المجتمع الفلسطيني، لأنه بتكوني بالمنزل أنت قاعدة مع عائلتك مع أسرتك تحت مظلتهم وتحت حمايتهم. بيرزيت كتير علمتني، بيرزيت فرجتني أنا شو بدي في الحياة لبعدين. هل سنرى نادين يوما ما في برنامج صباح العربية؟ أحد المتابعين يسأل. إن شاء الله يعني ببرنامج صباحي كمان، حلو الإنسان هيك التغيير بين فترة وفترة، بس أنا بفضل مهنة مذيعة الأخبار، أنا هيك بالنسبة لي يعني بشوف فيها استمرارية أكبر. طيب هل مذيع الأخبار أو المذيع أصبح ربما، أعيد السؤال بطريقة أخرى، مدير البرامج الصباحية أو الاجتماعية أو البرامج التي تعنى بالأزياء أو التجميل سرق النجومية من مذيع الأخبار في الوقت الحالي؟ نشرات الأخبار بشكل عام أصلاً بتحضرها شرائح معينة من الناس، فأنت لما بتقدر تقارني مثلاً اللي بده يتابع الأزياء والفاشن والما بعرف شو، وهلأ صار كله موجود على السوشيال ميديا، حتى نشرة الأخبار اللي ما لحق يحضرها موجودة على السوشيال ميديا. طيب قبل أن نختم هذا اللقاء الجميل، وطبعاً أشكرك عليه، ماذا ستسمعينا بصوتك الجميل؟ انه بما انكم ذكرتوا في يعني بالتقرير حطيتوا صورتي في القدس، القدس، وانت معروفه بانك دائما تقولي بانك ابنه القدس. اكيد، ونحن كلنا سفراء لبلادنا وسفراء للمدن اللي ولدنا وعشنا فيها، والقدس تعيش فيني وراح تضل دائما موجوده فيني، فهغني للقدس. تفضل. طيب يلا، بس هاي شوي بدنا ناخذ نفس يعني. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. هواية فقط؟ هواية. لماذا لم تحترف الغناء؟ لأنه كان الإعلام طموحي والغناء هواية بس. وصلنا إلى الختام نادين، لقاء سريع بروحك. لا خلاص. لقاء سريع جدا بروحك الجميلة واللطيفة، سعدت بك جدا جدا، الصديقة العزيزة والإعلامية الناجحة، نجمتي لهذه الليلة الإعلامية نادين خماش. شكرا جزيلا لك. شكرا نادين. شكرا لكم ويعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. وصلنا إذن مشاهدين إلى الختام، نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، نجمة جديدة في عالم الفن أو الأدب أو السياسة، للتعليق على ما يجري من أحداث. لا ننسى دائما، نون ضمير كل أنثى لها صوت، وصوت لمن لا يملكنا صوتا. أطيب تحيات لكم مني، من المعد نضال عمرية، المخرجة أليم برهوم، وجميع أفراد فريق العمل. تصبحون على خير.